السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة بقى هنعمل الغريبة الناعمة الدايبة دوب اللي احنا بنشتريها من المحلات. هقولك ازاي تعملي غريبة ناعمة وطعمها تحفة. معايا هنا كوباية من السمنة بحرارة المطبخ، كوباية الا ربع من السكر البودرة، معلقتين دول بقى معلقتين حليب بودر. هو بقى ده السر، احنا ما بنحطش حليب بودر على الغريبه فبتحسي ان انتي بتاكلي دقيق بسمنه كده، لكن المعلقتين اللبن دول هو ده اللي بيدي الطعم للغريبه. ومعايا كمان كوبايتين من الدقيق، دول كوبايتين من الدقيق منخولين وحط عليهم رشه ملح وهنخلهم تاني معاكم. اول حاجه بقى قبل ما نبتدي، لو اول مره بتشوفينا ما تنسيش تشتركي في القناه وتعملي لي لايك وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بكل وصفه جديده اعملها، طبعا فضلا وليس امرا. ويلا على طول نبتدي نسمي الله بقى، نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. اول حاجه هفضي كوبايه السمنه بتاعتي دي زي ما قلت لك بحراره المطبخ، مش ضروري خالص تحطيها وتخليها ساقعه وكده، لا هي حراره المطبخ هتكفي بالغرض. حطيت السمنه اهي في البوله بتاعتي وهضيف لها السكر البودره، وممكن بقى تعملي الخطوه دي بايدك انك انت تخفقي السكر مع السمنه لحد ما يدوبوا خالص ولونهم يفتحها خالص. ممكن تعمليها بايدك او بالمضرب اليدوي او بالمعلقه او بالمضرب الكهرباء، اي حاجه عندك اعمليها، المهم تقعدي تقلبي كده كويس جدا لحد ما السكر يدوب تماما والسمنه لونها يفتحها خالص ويبقى لونها ابيض. انا هعملها بالمضرب اليدوي. لاحظي كده خلاص انا قلبت كويس جدا ودابه وبقى عامل الخليط زي الكريمه. بصي عامل ازاي، السمنه دابت كويس ولونها افتحها خالص بقى لونها ابيض. دلوقتي بقى هنعمل الخطوه الثانيه. طبعا انا نخلت الدقيق قبل كده وهنخله تاني، كل ما تدخليه كل ما هيديكي نتيجه حلوه جدا. هنخله تاني اهو، دول كوبايتين دقيق مش هنزل بيهم مره واحده، يعني ممكن ما استخدمهمش كلهم، انا هنخل شوية شوية كده وهنخل كمان الحليب البودرة لاني ساعات بيبقى فيه حاجات كده. هقلبهم كده كويس مع بعض وهبتدي اضيف بقى باقي كمية الدقيق شوية شوية، لاني زي ما قلتلك ممكن ما استخدمهاش كلها. هو ده القوام المطلوب. طبعا مش هينفع نشتغل فيها دلوقتي لان هي طرية جدا، فهتحطيها في التلاجة او تسيبيها ترتاح 10 دقايق برا التلاجة. لو الجو حر يفضل انك تحطيها في التلاجة، فانا هدخلها بس التلاجة 10 دقايق عشان تمسك نفسها شوية بس. خلاص بعد 10 دقايق هبتدي بقى ان انا اشكل الغريبة بتاعتي، بس قبل ما ابتدي اشكلها ولعت الفرن علشان يبقى سخن جدا لما احط الغريبة فيه. حضرت كمان الصينية بتاعتي وما دهنتهاش زيت ولا سمنة ولا اي حاجة، هاخد كمية مناسبة من الغريبة، وكل ما الكمية كل ما الغريبة تبقى حجمها صغير كل ما بيبقى طعمها حلو، بيبقى طعمها اجمل. خدت قطعة صغيرة كده قد شوية، خلاص كده انا شكلت الغريبة بتاعتي زي ما قلتلك بحجم الليمونة او البندقة. كل ما تصغريها بتكون اجمل لان هي لسه هتنفش تاني، وسبت مسافة بين الواحدة والتانية زي ما انت شايفة كده. ممكن تخبزيها كده وتبقى سادة، او تحط لها سوداني او بندق او لوز. هحطه لها كده في النص عشان تدي شكل حلو، وعلى طول هروح اخبزها. تضغطي ضغطة بسيطة جدا عشان هي زي ما قلتلك لسه هتنفش، خلي بالك لو ضغطتي عليها ضغطة جامدة هتفرش منك.
يا دوبك بس ضغطة بسيطة كده، بثبت الخرزاية فوقيها. صراحة شكله حلو قوي وانا بحبه، طعمه كمان جميل. ممكن طبعا تعمليها بالسوداني او بالفستق الكداب، يعني في كذا حاجة ممكن تحشيها. ممكن تخليها سادة ما تحطيش عليها حاجة، طعمها هيبقى جميل قوي برضو. هروح اخبزها. طب مدة الخبز حوالي 10 دقائق ل 12 دقيقة، ما بتقعدش اكتر من كده. ما بيطلع عليهاش الشواية خالص لان هي من فوق بيبقى لونها ابيض، يدوبك بس تاخد لون، يدوبك بس تاخد لون، يدوبك بس تاخد لون من تحت. طبعا مش دي كل الكمية، انا عاملة صينية تاني زيها بالظبط، يعني بكوبايتين دقيق هتعملي حوالي كيلو من الغريبة. والله حاجة جميلة جدا اهو. هروح اخبزها بقى ولما تطلع هاجي اوريكي شكلها. الغريبة بتاعتي استوت زي ما انتي شايفة، قعدت 12 دقيقة بالظبط، ده شكلها. طبعا راعيت المسافات بين الواحدة والتانية، ودي كانت النتيجة. زي ما قلتلك ما ضغطتش عليها خالص عشان ما تفرش منك، ده شكلها. ناعمة جدا جدا جدا، بصي ناعمة بطريقة، بصي بتدوب دوب زي ما قلتلك، وطعمها بقى في منتهى الروعة. معلقتين الحليب البودرة اللي قلنا عليهم هيغيروا طعم نهائي. ان شاء الله تجربي الطريقة وتعجبك، وما تنسيش لو اول مرة بتشوفينا فضلا وليس امرا تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بكل وصفة جديدة اعملها. ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.